بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا مشاهدي اون سبورت في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أمير محمد للتعليق على مباراة المقاولون العرب ونادي الداخلية في إطار مواجهات الجولة 31 من الإيجيبشن بريمير ليج. النهاردة عندنا مباراة داخل مباراة ما بين المهاجمين، ما بين أحمد علي كامل وما بين حسام باولو. طاقم تحكيم طبعا يقوده الحكم أحمد العدوي، ويعاونه كل من هاني خيري وخالد رمضان وعلاء حسين حكما رابعا، وكل من صبح العمراوي وعمر الشناوي حكما خامسا. هتنطلق المباراة عبر شاشة اون سبورت أعزائي المشاهدين أينما كنتم. نحن هنا من أجل الاستمتاع بمباراة المقاولون العرب ونادي الداخلية. نادي المقاولين مش من نادي الصغير أبدا أبدا. أنت بتتكلم على نادي في رصيده دوري، في رصيده 3 كأس مصر، في رصيده كأس السوبر المصري، في رصيده 3 كأس الكؤوس الإفريقية. نادي المقاولون النهاردة، وإن كان كل التوقعات أكيد هتكون نادي المقاولين، ولكن في الدوري هذا الموسم اعتدنا على عدم الإيمان وعدم يعني تصديق التوقعات. انطلقت المباراة بصفرة الحكم أحمد العدوي، وصلت الكرة على الجانب الأيمن لويس إدواردو وينسترو، صف الكرة الأولى عرضية. أحمد علي كامل يسجل في أولى الدقائق. أحمد علي، يا سلام يا سلام، بدأوها مبكرا، بدري 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 يا أحمد يا علي في أولى الثواني. لسه ما قلناش أي حاجة ولا اتكلمنا ولا قلنا أي حاجة. لويس إدواردو وينستروزا اخترق من الجانب الأيمن، والعرضية كانت لأحمد علي كامل وجاله كده وكان في مساحة وقال له سبرايز. أولى الأهداف لأحمد علي، 1-0 المقاولون العرب. ما اتكلمناش كتير ولا قلنا أي حاجة. 1-0 المدير الفني وأبناء المدير الفني عماد النحاس. اختراق أول بكورة أولى، يعني لسه ما افرضش اي. شوف الخطا، شوف الخطا من عبد العزيز سيد واختراقه اللاعب لويس إدواردو وينستروزا. جول لاحمد علي كامل، هدف اول، هدف اول باولى الثواني. طبعا احنا موعودين بمباراه كبيره، هنشوف دلوقتي رده فعل نادي الداخليه. مباراه هتكون ممتعه، مباراه هتكون ممتعه في اولى الدقائق. ده اللي يبينه هدف احمد علي في اولى الدقائق. احمد علي هدف ال 16 في الإيجيبشن بريمير ليج، هدف اول. هذه مخالفه لنادي المقاولين. محمد سمير والشامي، الشامي يسدد كورة ولكن بعيدة من الشامي. الشامي يسدد كورة، حسن الشامي ولكن بعيدة، عدت سلامات وخرجت لضربة مرمى لمصلحة نادي الداخلية. هذه الكرة السابقة كان عايز يركنها في البعيدة لتنفيذ المخالفة. أحمد أوكا يلعب الكرة العرضية، في الرأسية خطيرة لكن بقبضة اليد يخرجها حارس المرمى محمود أبو السعود إلى رمي التماس لمصلحة نادي الداخلية، ولكن اخرجها محمود ابو السعود. رمي التماس تنفذ طويله جدا، ولكن في دربكه خطيره جدا ولكن في ايدي الحارس محمود ابو السعود. خطيره جدا الكره السابقه، مخالفه على التنفيذ. احمد اوكا كالعاده يلعب الكره طويله جدا ولكن في ايدي الحارس، في مخالفه وهدف التعادل ولكن في مخالفه على لاعب حسام باولو. احتكاك مع حارس المرمى محمود ابو السعود ولكن في مخالفه طبعا. ادي امام احمد سعيد، احمد اوكا عفوا. مرة ثانية كرة طويلة لويس إدواردو وينستروزا، الترويد والاستلام يلعبها جميلة جدا في المساحة ولكن قوية. وصلت مرة ثانية كرة تسديدة ولكن تصطدم مرة ثانية. ضغط قوي من نادي المقاولين ولكن الكرة في مخالفة. مش من عادات أحمد علي يضيع أمام المرمى. حسن الشامي على تنفيذ ركنية من الجانب الأيمن، حسن الشامي يعمل كرة عرضية، هذه العرضية خطيرة جدا الثاني. لسه بنتكلم على أحمد علي يسجل الثنائية. الله الله الله، كبير خطار مميز رائع مكار، هدف جميل عن طريق أحمد علي الكبير يسجل، والتسديدة والرأسية ويا باي عليك يا أحمد علي. هدف ثاني، هدف ثاني عن طريق المميز المهاجم الأكبر أحمد علي يسجل هدف تاني وثنائية. قلنا لكم احنا موعودين لانتفاضة كبيرة وأداء مميز جدا من المهاجم القناص أحمد علي يسجل الهدف التاني. أعزائي المشاهدين العرضية كانت من الشامي، وشوف خرج منين وشوف طلع منين وشوف سجل منين، كان فين وجي منين وسجل الكرة بالراس، الكرة في الجول. هدفين دون رد النادي المقاولين، و2-0 عن طريق نفس اللاعب المميز الخطير الكبير أحمد علي يسجل الثاني. احتفل كما شئت فانت عريس الليله يا احمد. عادت الكره لويس إدواردو نستروزا، النهارده الكره حبه نادي المقاولين. وصلت الكره مره ثانيه لويس إدواردو نستروزا يلعبها لحسن الشامي، الشامي على الجانب الايسر يعمل كره عرضيه، هذه العرضيه عدت الكره خطيره جدا كانت من يوسف الجوهري. عدت الكره مره ثانيه، هذه العرضيه خطيره جدا ولكن المسانده من الدفاع محمد سمير، او عفوا اللاعب محمود شديد. كل شيء وارد،
بصت الكره مره ثانيه لعبد العزيز سيدي، عادي فيها بطريقه مميزه جدا عبد العزيز، اول اختراق حقيقي نادي الداخليه العرضيه خطيره جدا في الراسيه، ولكن الكره عادت. هل في ضربه جزاء؟ حكم اللقاء واعتراض قوي جدا، اعتراض كبير جدا، يقول دي تاني مره تلمس ايده، وغضب كبير جدا من علاء عبد العال. قرر حكم اللقاء ان ما فيش اي حاجه، حكم اللقاء قال ما فيش اي حاجه. ولكن في هذه اللحظات ينهي حكم اللقاء احمد العدوي احداث الشوط الاول من لقاء نادي المقاولين ونادي الداخليه بتقدم المقاولين بهدفين دون رد، سجلهم القناص الكبير احمد علي. اعزائي المشاهدين، كان معكم امير محمد، الكلمه الان تعود للكابتن الكبير كريم رمزي. عوده مره اخرى اعزائي المشاهدين، المقاولون العرب ونادي الداخليه تقدم للمقاولين بهدفين دون رد عن طريق احمد علي، ويصل لقائمه او يصل للهدف رقم 17 متصدرا قائمه هدفي الدوري المصري. يبدا الشوط الثاني 2-0 اعزائي المشاهدين على عبد العال، مهمه صعبه جدا. يغير اللعب دلوقتي اقصى الجانب الايسر لحسام باولو، ترويض واستلام، يحاول يعادي فيها، يعادي فيها بطريقه كويسه قوي حسام باولو. ادي حسام باولو تسديده خطيره، ولكن التصدي من محمود ابو السعود، محمود ابو السعود التصدي، برافو حسام باولو، عدى كويس قوي حسام وسدد الكوره على يمين الحارس محمود ابو السعود. عبد العزيز سيد عرفت تلفيت الكوره، لعبه كوره طويله جدا، ولكن الكوره عدت الكوره وخرجت للركنيه مره ثانيه لمصلحه نادي الداخليه. يلا حبيبي ادي الكوره، مجال يلعبها طويله لهاني ستروزا، سيف الجزيري على الجانب الايمن، الجزيري يحاول يعدي فيها بطريقه كويسه جدا، سيف الجزيري واقف على كورته، يا سلام الكوره، تسديده الكوره، كوره خطيره جدا من سيف الجزيري، ولكن عدت الكوره واصطدمت وغيرت المسار، كان ممكن يقضي على نادي الداخليه. شوف الكوره عدى من الاول وعدى من الثاني وسدد الكوره باليسرى واصطدمت الكوره وغيرت المسار. سيف الجزيري غضب، شفناه متاثر بالفرصه الضائعه، دي كره ركنيه خطيره فاروق، ولكن خرجت الكره ضربه مرمى لمصلحه نادي الداخليه، وورقه ثانيه بيرمي فيها المدرب، بيرمي بها المدرب علاء عبد العال. محمود ابو السعود، ولكن يلعبها بطريقه سيئه جدا وتتقطع مره ثانيه، خطيره جدا، خطيره اللقطه مره ثانيه، كوره جول، هدف اول لنادي الداخليه عن طريق المهاجم محمد سالم، يقلص الفارق ويسجل الهدف الاول بعد خطا كارثي من حارس المرمى محمود ابو السعود، خطا كارثي والاعتذار اهو واضح امامنا، وهدف ومحمد سالم ما رفضش الهديه، كان الانطلاق من حسام باولو، بعد كده حسام بعد كده محمد سالم في المتابعه، وهدف الاول نادي الداخليه. دلوقتي المباراه السيناريو بتاعها هيتغير نهائيا، ادي اللقطه السابقه خطفها، شوف ازاي اللاعب حسام باولو رجعت الكره وخدمت نادي الداخليه ورجعت لمحمد سالم، وهدف اول نادي الداخليه اعزائي المشاهدين. محمد سالم يسجل الهدف الاول لنادي الداخليه في الدقيقه 61 اعزائي المشاهدين. عادي محمود شديد يلعبها مره ثانيه لاسلام جابر، محمود شديد مره ثانيه تمريرات ونقلات، وعدى فيها بطريقه كويسه جدا، يا كره عرضيه خطيره جدا، التعادل، ولكن كيفن مهيري، كيفن مهيري يهدر الكره بطريقه غريبه جدا وعجيبه. يا كيفن يا مهيري، لو المباراه دي انتهت بتقدم المقاولين يعني كل اللاعبين هيلوموا كيفن مهيري على اللقطه دي. شوف الكره يعني ما فيش يعني ظروف، ما فيش لقطه احسن من كده لتسجيل هدف التعادل، ما فيش لقطه افضل من كده يعني ممكن يندم عليها نادي الداخليه. سمير فكري تنفذ الكره طويله، عدت الكره، حسام باولو يلعبها لمحمد سالم، ادي الكره، قرار حكم اللقاء ايه؟ قرار حكم اللقاء من داخل منطقه الجزاء ولا من خارج؟ هنشوف 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 هنشوف، قرار حكم اللقاء ضربه جزاء، ضربه جزاء لنادي الداخليه خارج منطقة الجزاء أو داخل منطقة الجزاء، دي اللقطة السابقة اللي إعادة هتوضح لنا. أدي اللقطة مش واضحة وما أقدرش أحكم عليها طبعًا. اللقطة السابقة ما أقدرش أحكم عليها، بس يعني كنظر يعني شفتها خارج منطقة الجزاء، ولكن القرار الأول والأخير ليه الحكم أحمد العدوي. أدي حسام ينتظر حسام ومحمود أبو السعود، محمود ابو السعود وحسام، التسديده والتعادل، التعادل لنادي الداخليه عن طريق المهاجم الكبير حسام باولو، يسجل الهدف الثاني ويتعادل نادي الداخليه
عن طريق المهاجم حسام باولو. هدف اول كان عن طريق محمد سالم، والتعادل عن طريق حسام باولو. قلنا لكم السيناريو ده اللي بنتكلم عليه ونفكر فيه، ان نادي الداخليه يقدر يرجع في المباراه. شوف الكوره بعد ما اجتهد نادي الداخليه في الشوط الثاني وحقق الخطوره وعمل الخطوره من هجمات متتاليه، يعني تحصل على ضربه جزاء وحسام باولو يسجل هدف التعادل. حسام باولو يسجل هدف التعديل والهدف رقم 12 لي شخصيا. مباراة ممتعة جدا 2-2 اعزائي المشاهدين. لويس ادواردو حافظ على كورته، حاول يخطفها وسط لاحمد علي، امكانية كاونتر اتاك لمصلحة نادي المقاولين. احمد علي امامه زيادة عددية خطيرة جدا اللي طلعت، خطيرة الكورة، التالت يضيع، التالت يضيع مرة تانية الكورة. بتعمل ايه يا راجل؟ بتعمل ايه يا راجل؟ قرار حكم اللقاء ان مفيش حاجة. انامي تماس لمصلحة نادي المقاولين، تنفذ سريعا لهنس روز، العرضية خطيرة. محمد طلعت بأعلى صوت بيقول ان كان كيفن مهيري ضيع لقطة، يعني الجول مفتوح قدامه انا برضه هعمل كده. ضاعت الكرة زي لقطة كيفن مهيري بالظبط، نفس اللقطة يضيع محمد طلعت. سمير فكري لإسلام جابر يلعب الكرة العرضية، إسلام جابر وسط الكرة، ترويض من حسام باولو، واقف على كرة حسام. حسام باولو يرجع مرة تانية، خطيرة جدا التسديدة يا راجل يا راجل. محمد جمال بعيدة من محمد جمال، لعب الكرة وتتقطع من لويس ادواردو. هيرس روز يحاول يعدي فيها جانب الأيمن، وجد المساحة أمامه، لويس ادواردو ينتظر، يلعب الكرة العرضية في الراسية، خطيرة التسديدة. قرار حكم اللقاء برضه مفيش أي حاجة، كان فيه مطالبة بركلة جزاء. محمد صبحي يلعبها سريعا سريعا، ولكن في هذه اللحظات ينهي حكم اللقاء احمد العدوي احداث مباراه المقاولين ونادي الداخليه بتعادل ايجابي 2-2. طبعا كان سجل الهدف في اولى الثواني احمد علي، بعد كده كان سجل احمد علي الهدف الثاني قبل ان يسجل محمد سالم الهدف الاول لنادي الداخليه، وتعادل حسام باولو بهدف ثاني. طبعا نادي المقاولين يرفع رصيده ل 44 نقطه، ونادي الداخليه يرفع رصيده ل 27 نقطه. اعزائي المشاهدين، كان معكم امير محمد، ارجو ان تكونوا استمتعتم في هذا اللقاء. اما الان الكلمه تعود للزميل الكابتن كريم رمزي.